إيشيروكو ياماموتو، اسم ارتبط بحروب حاملات الطائرات واسم ارتبط باسم اليابان في الحرب العالمية الثانية، لكن دور إيشيروكو ياماموتو كان أكبر من كده بكتير. بالإضافة لحاملات الطائرات كان ليه دور مهم جدا في إعادة تنظيم البحرية اليابانية، ودور مهم في تصميم وتطوير طيران البحرية اليابانية، بالإضافة لدور السياسي المهم داخل اليابان. ونكمل كلامنا عن رحلة إيشيروكو ياماموتو مع اليابان الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسني وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج وور باص، البرنامج واختصار وور أند بيزنس، الحرب والبيزنس. الجزء الثاني عن إيشيروكو ياماموتو هيركز على دور السياسي داخل اليابان، بالإضافة لدوره المهم في تطوير وتصميم طيران البحرية اليابانية. إيشيروكو ياماموتو على الرغم من كونه شخصية عسكرية إلا أنه كان دايما معارض الحرب بشكل عام، خصوصا الحرب مع أمريكا. ياماموتو عارض غزو اليابان للصين، واللي كان أول مرة سنة 1931 وتاني مرة سنة 1937 على نطاق أوسع. وبكده ياماموتو كان بيعارض مصالح الجيش الياباني، لأن أهداف الجيش الياباني زي ما قلت في الحلقة الأولى هي التوسع البري داخل آسيا خصوصا الصين، وده خلاه هدف للاغتيالات من قبل المناصرين للجيش. سنة 1938 ياماموتو أصبح هدف للانتقادات العلنية في الجيش والبحرية على حد سواء، لأن هو ضد التيار العام والاتجاه العام اللي بيدفع اليابان ناحية الحرب مع أمريكا. سنة 1939 ميتسوماسا يوناي وزير البحرية بينقل ياماموتو من وزارة البحرية إلى قيادة الأسطول الياباني بالكامل، والحركة دي كان لها هدفين. الهدف الأول هو الاستفادة من خبرة وكفاءة ياماموتو لأنه كان القائد الأكفأ لقيادة الأسطول، والهدف الثاني هو إبعاده عن اليابان خوفا من اغتياله. سنة 1940 هيديكي توجو أقوى جنرال في الجيش الياباني بيتولى رئاسة وزراء اليابان. توجو كان قائد الطيار اللي بيدفع اليابان ناحية الحرب مع أمريكا. الكل توقع أن مسيرة ياماموتو المهنية انتهت وأن أكبر قيادة ممكن يتولاها هي أسطول صيد، ولكن بيتم ترقية ياماموتو إلى رتبة أدميرال وبيظل قائد الأسطول الياباني بالكامل، وده بسبب كفاءته وشعبيته في البحرية اليابانية بالإضافة لعلاقته القوية بالعيلة الملكية. بوجود توجو كرئيس للوزراء وياماموتو كقائد للبحرية، نقدر نقول ان الجيش الياباني كان بيقود البحرية ناحية الحرب اللي ياماموتو رفضها من البداية. سنة 1940 ياماموتو بيعارض بشدة التحالف الثلاثي ما بين اليابان وألمانيا وإيطاليا، واللي عرف باسم تراي بارتايت باكت، لانه أيقن ان التحالف الثلاثي ده بيحط اليابان في مسار تصادمي مع أمريكا، لأن التحالف حصل في سبتمبر 1940 وألمانيا وإيطاليا في حالة حرب مع بريطانيا وأمريكا حليفة بريطانيا. أمريكا رداً على التحالف الثلاثي بتوقف تصدير البترول لليابان، ومين أكبر مستهلك للبترول في اليابان؟ البحرية اليابانية. وبكده اليابان بقت مجبرة على دخول الحرب. وهنا لازم أكشف خرافة عن دور بريطانيا في ضرب اليابان لميناء بيرل هاربر. الخرافة المتداولة واللي كتير بيصدقوها بتقول إن بريطانيا قدرت تفك شفرة اليابان، ومن خلال فك الشفرة قدروا يوصلوا لليابان معلومات مغلوطة بتقول إن الأسطول الأمريكي اللي موجود في بيرل هاربر ناوي يضرب اليابان، وبالتالي اليابان هاجمت على بيرل هاربر كنوع من أنواع الضربات الاستباقية. لكن دي خرافة وملهاش أي أساس من الصحة، والدليل على كلامي هو لو بريطانيا فعلا كانت قدرت تفك شفرات اليابان كانت نفعت نفسها وقدرت تنقذ مستعمراتها من الهجوم الياباني اللي حصل عليها مباشرة بعد بيرل هاربر. ونرجع للحقيقة، وهي ان اليابان بقت مجبرة على الحرب مع امريكا، والحل العملي الوحيد اللي كان في ايد اليابان هي خطة ياماموتو، وهي ضربة استباقية لأسطول حاملات الطائرات الامريكي اللي موجود في بيرل هاربر وعلى رأسه حاملات الطائرات. والهدف من الضربة ان اليابان تشتري الوقت الكافي لاحتلال الفلبين اللي تحت السيطرة الامريكية، واحتلال مستعمرات جنوب شرق آسيا الهولندية والبريطانية والغنية جدا بالبترول والموارد الخام. الهدف هو ان اليابان تشتري وقت علشان تقدر تكمل الحرب في وضع أفضلية، او اجبار امريكا على اتفاق سلام بشروط يابانية. وندخل للجزء الثاني من الحلقة، وهو دور ياماموتو في تصميم وتطوير طيران البحرية اليابانية. لكن في البداية لازم اقول الاتي، ياماموتو عارض بناء السفينتين ياماتو وموساشي. السفينتين دول اكبر سفن حربية تم بنائهم في التاريخ، وامتلكوا أكبر مدفعية بحرية تم بنائها في التاريخ، مدفعية من عيار 18 بوصة 457 ملي. وعلشان أكد لك على مدى حجم المدفعية دي، فمدفع أي دبابة حديثة هو 120 ملي أو 5 بوصة. اليابان بنت السفنتين ياماتو وموساشي تأثرا بالنصر الياباني في معركة سوشيما سنة 1905. السفنتين اتبنوا بالضخامة دي علشان اليابان تقدر توازن التفوق العدد الامريكي عن طريق استخدام سفن اكبر بمدفعية اكبر. ياماموتو عارض بناء السفن دي لان طبيعة الحروب اتغيرت وحاملة الطائرات اصبحت هي القطعة الاساسية في الاسطول، وقال ان ده تصرف غير حكيم في موارد اليابان المحدودة. ياماموتو كان صح، لان السفنتين دول هيكونوا معدومين الفاعلية بالنسبة للبحرية اليابانية.
زي ما قلت في الجزء الاول، ياماموتو تولى رئاسه قسم الايرونوتكس في البحريه اليابانيه، وهو القسم المسؤول عن علوم الطيران وتصميم الطيران البحري. علشان كده ياماموتو هيبقى ليه تاثير قوي جدا على تصميم وتطوير طيران البحريه اليابانيه. تاثير ياماموتو بيظهر في قاذفات القنابل من طراز ميتسوبيشي جي 3 ام وميتسوبيشي جي 4 ام. واهم خاصيه ركز عليها ياماموتو في التصميم هي المدى. قذافات البحريه دايما بتطير فوق المحيطات، فلازم يكون المدى كبير، لكن ياماموتو هنا وقع في فخ التارجت فيكسيشن او تثبيت الهدف، ومعناها التركيز على هدف معين او خاصيه معينه واهمال كل الاهداف او الامور التانية المهمه. والتارجت فيكسيشن او تثبيت الهدف ليها حلقه مستقله ان شاء الله في حلقات كبسوله على الطائر. المصممين في شركه ميتسوبيشي علشان يوصلوا للمدى المطلوب كان لازم الطيارات تكون خفيفه الوزن، وده على حساب الحماية. الطيارات دي تقريبا صنعت بدون اي حماية لطاقم الطيارة، لدرجة ان القاذفة جي 4 ام اطلق عليها لقب الفلاينج سيجرت لايتر، وترجمتها ولاعة السجائر الطائرة، وده بسبب ان الطيارة اتصنعت بدون اي حماية. الطيارة مع اي اصابة بتتحول لكرة نار، وده عكس المدرسة الامريكية في تصميم الطائرات. وجدير بالذكر ان ياماموتو هيموت سنة 1943 في واحدة من طيارات الجي 4 ام. قاذفات القنابل دايما محتاجة حماية من المقاتلات، وبالتالي كان مطلوب مقاتلة تقدر تحمي قاذفات القنابل في مهمتها، وطبعا تمتلك المدى الكافي لتوفير الحماية. الحل كان في المقاتلة ميتسوبيشي اي 6 ام والمعروفة باسم زيرو. اكيد سمعتوا الاسم ده كتير في الافلام الحربية الامريكية عن الحرب العالمية التانية. لكن المقاتلة زيرو علشان تقدر تحقق المدى المطلوب كان لازم يجي على حساب الحماية، وده الخطأ الفادح اللي اليابان هتدفع ثمنه غالي جدا مع تطور الحرب، لان في حالة اصابة الطيارة حتى لو اصابة خفيفة فالطيار حكم عليه بالاعدام، وده عكس المدرسة الامريكية تماما واللي بتركز على حماية الطيار. على مدار 1943 و1944 اليابان هتعاني من نقص حاد في الطيارين الخبرة، لان معظمهم بيموتوا في معارك 1942. ياماموتو كان ليه دور مهم جدا في اعادة تنظيم البحرية اليابانية، خصوصا حاملات الطائرات. ياماموتو كان مسؤول عن تكوين الفيرست اير فليت، اسطول حاملات الطائرات الرئيسي للبحرية اليابانية، مجموعة قتالية واحدة فيها 6 حاملات طائرات، وعرفت باسم الكايدو بوتاي او الباتل جروب، ومعناها بالعربي المجموعة القتالية. تجميع 6 حاملات طائرات في مجموعة قتالية واحدة ليه ميزة قوية جدا وعيب خطير جدا. الميزة هي تركيز القوة، لان المجموعة دي بتمتلك ما لا يقل عن 400 طيارة، ولكن العيب هو تركيز الخطر، وده اللي اليابان هتتعلمه بالطريقة الصعبة في معركة ميدواي لما يخسروا 4 حاملات طائرات في يوم واحد. لكن معركة ميدواي هيكون معادها معانا ان شاء الله الحلقة الجاية. وبكده اكون وصلت لنهايه حلقه النهارده. الحلقه الجايه ان شاء الله هتركز على معركه بيرل هاربر ومعركه ميدواي، وهنتكلم عن تشويتشي ناجومو مره تانية. اذا عجبتك الحلقه دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناه لو مش مشترك، واهم حاجه رايكم في الكومنتات. رايكم في الكومنتات مهم جدا، لان هو فرصه لتبادل الاراء والافكار، والاهم ان هو بيساعدني ان انا احسن مستوى المحتوى. واخيرا شير في الخير، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.